السلام عليكم. لقد انتهيت من مشاهدة وتحليل تريلر الشخصية الجديدة للتو، ولا أستطيع أن أقول غير واو. ما هذه الشخصية الأسطورية الجديدة؟ في هذا الفيديو سأقوم بجرح كل قدرات الشخصية الجديدة نايون التي نزل لها تريلر رائع جدا يوضح لنا كيف ستكون الشخصية. قبل أن نبدأ أريد أن أشكر باف جيم على رعايتهم لهذا الفيديو. برنامج باف هو صديق الجيمرز، حيث يعطيك باف كوينز عندما تلعب الألعاب التي تحبها. كل ما عليك فعله هو تحميل باف من الديسكريبشن، لعب الألعاب والحصول على نقاط وشراء أشياء أسطورية، بطاقات ستيم، رايوت بوينتس، في بوكس، جيفت كاردز وألعاب كثيرة والكثير من الأشياء الأخرى. هذه الأب لن تقوم باستهلاك أي شيء من البي سي، ولن تقوم بمايننج أو أي شيء وهي موثوقة. فقط شغل باف والعب الألعاب التي تحبها. حملوه الآن من الرابط في الديسكريبشن واحصلوا على 30 نقطة مجانية. المهم بدون إضافة في الكلام فلنبدأ. أولا سنتكلم عن قدرة السبرنت الخاصة بالشخصية، وهي قدرة تجعل الشخصية تزيد من سرعتها كما رأينا في التريلر، وعند الضغط على الكراوتش ستقوم بسلايد للأمام بشكل سريع جدا، إضافة رائعة جدا لفالورنت. فالآن بإضافة هذا الميكانيك الجديد للعبة سيمكنك استغلال بعض الأسلحة بطرق جديدة، سنتكلم عن هذه الأمور بعد قليل، ولكن بالفعل هذه القدرة تبدو قوية جدا وهي ما تجعل الشخصية فريدة من نوعها. بالنسبة للقدرة اللي بعدها فهي الوول الخاص بها. ما هذا؟ حرفيا وول فينيكس من الجهتين وأطول في نفس الوقت، وأيضا أسرع في الانطلاق. قدرة قوية جدا، يمكنك أن تقوم ببلوك للإلو إس بها كما رأينا في التريلر، والجيد جدا هو أنه بإمكانك استعمالها بطرق كثيرة لللورك أو خداع الأعداء أو القيام ببلايس أو أهم شيء وهو التحكم بالسايت في الهجوم، ولنقل أنها متخصصة جدا في هذا خاصة مع استعمال سرعتها كما رأينا في لقطة التريلر. القدرة اللي بعدها ستكون عبارة عن قنبلة تقوم ببونس على الوول مثل الخاصة بكي او، وهذه القنبلة ستقوم بستان او كونكاس في زون معينة في مكان القيام بباونس ومكان نزولها، يعني وكأنك قمت برمي قنبلتين. هذه القدرة تبدو صعبة قليلا ولكن ايضا ممتازة اذا استعملتها بالطريقة الصحيحة. اما بالنسبة لألتيميت الشخصية فهي تجعل نيون تستعمل الالكتريك باور خاصتها وتقوم بضرب صواعق تخرج من اصابعها، وهذه الصواعق تعتمد على التراكينج بشكل كبير بما انه يمكنك الجري والضرب بها بدون مشاكل، واذا قتلت أحد تعود لك الشر، شيء مشابه لألتيميت جيت. أعتقد أن الشخصية ستكون مختلفة عن بقية الدولتس وستكون أنتي فراجر ممتاز، وأيضا هي شخصية يجب عليها دخول السايت والتحكم بها، يعني أجريسيف جدا. والشيء المختلف هو أن الشخصية ستستعمل الران أند جان، يعني يمكنك الآن استغلال الأسلحة التي لا يستعملها الكثيرون، يمكنك استغلال السترينجر أو كما رأينا استعملت اللي هو البولدوغ. هذا يعني أنه سنبدأ بمشاهدة ستايلز جديدة للعبة مختلفة جدا عن باقي الشخصيات. الشخصية قد لا تكون OP ولكن يبدو أنها قوية جدا، ولكن الشيء المتأكد منه هو أنها ممتعة جدا وأني سألعب بها كثيرا. الكومبوز المجنونة التي تستطيع القيام بها مثل الوول والخروج بسرعة بالسلايد وتحكم في أكثر من كورنر بالقنبلة، يعني لديها قدرة أو بوتنشل كبير في القيام باللي هو الانتري، وأيضا هي تبدو قوية في اللوركينج أيضا، يعني لديها وول جيد، لديها قنابل جيدة، وأيضا لديها السرعة الكبيرة. هذا أيضا قد يساعد في الروتيشن في اللي هو الديفنس. قد تكون أكثر شخصية تحمس لها الكثيرين، ويبدو أن فالورنت ستصبح أفضل بكثير مستقبلا بتغيير الشخصيات بهذه الطريقة. قد تبتعد أكثر عن CSGO ولكن هذا لا يبدو بمشكل إلى الآن، وأنا متحمس جدا للشخصية. اكتبوا لي رأيكم عنها ولا تنسوا اللايك والاشتراك ونشر الفيديو في هذا المكان. كان فيديو قصيرا ولكن الشخصية لا تبدو تلك الشخصية الصعبة مثل يعني التي تملك ميكانيكس كثيرة كإنتري فراجر مثلا. ريس تحتاج لكي تقوم بدبل ساتشل، ولكن نيون فقط تقوم بالسرعة، لذلك هي شخصية لا تبدو بتلك الصعوبة ولكن تبدو شخصية ممتعة جدا وتحتاج لتراكينج جيد جدا بما أنك سوف تكون تتحرك كثيرا. لا تنسوا لايك والاشتراك ونشر الفيديو في كل مكان. سلام عليكم.